يا حلوه العيد، ذكرى المولد النبوي. انتما كي جاتكم واعره ياك؟ يلا ما تنسونيش بالكومونتير ونصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. يلا دابا غنمشيو للمقادير ونشوفهم. يلا ومعايا، يلا دابا الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ مبروك عليكم هاد الذكرى المولد النبوي. جيبوا الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم قدر ما امكن. ودابا غندوز معكم واحد، غندير واحد الحلوه ديال كنعرفوها كاملين. تقولوا لي رشوانت تبغوا هاد الدراري كلهم. دابا غادي ندير هاد البوني للدراري عليهم، قالوا لي فات ذكرى المولد النبوي ديرها لينا ماما. قلت لهم هي اللي ما تعاودش، كاين فيها واحد الكاس تاع سنيده وكاس تاع الزيت، كاس هو كاس تاع سنيده وجوج فاني، واحد الخماره ديال الحلوه 7 غرام، وثلاثه الفرماجات المثلثات، وثلاثه البيضات. غادي نجيب الدقيق الابيض نساوه شويه. غنجيب واحد الخلاط غنديرو فيه ثلاثه البيضات ديالنا، وعزيز على الدراري بزاف بزاف. حيدو هادو باش نخدمو، نبغيو نخدمو بيهم نخدمو بيهم. غنديرو كلشي دقة واحدة. غنديرو كاس سنيدة، غنديرو كاس الزيت، غنديرو ثلاثه د الفرماجات. سهله، الواحد كاع يكون مدمن عليها ويبقى يديرها ديما فين مسالات ليه يديرها. ثلاثه سهله، مالا عندكم الزبده ديروها ماشي مشكل. وغنديرو جوج فانيات كيعطي واحد النسمه زوينه. ومن طبيعة الحال غادي نمشي نخلط ونرجع لعندكم ان شاء الله. الخليط ديالنا ها هو، غنجيب واحد الإناء غادي نديرو فيه. شتو كي ولا ساهل ماهل، نديرو في الخلاط وتهناو. نجيب واحد سباتيلا كاع داكشي لي كاين في الخلاط نهودو. غادي نشوفو الدقيق شحال غتحتاج لينا. كندير فينا جوج كيسان، لكن غادي نشوفو شحال. جوج كيسان ونص. غادي نبداو نخلطو وعينينا مزيان ميزاننا، وغادي نخلط ونتلاقى معكم ان شاء الله. وما تنساوش الخمار، كنت غننسى. المهم نديرو الخمار. غنجيبو واحد اللاطة ندير لها بابي كويسون. بديت نحاولو نديروهم شي شويه بعاد حيت كيتزادو في الحجم. وغادي ندير لهم كاملين بحال هكا، غادي نتلاقى معاكم.
هي الحلوة ديالنا هي شكلتها دابا غادي ندخلها للفران غنطلقها معاها. الفران خاصو يكون سخون مزيان. ها هي حلوة الريش بوند كي جات على مزويناتها محمرة زين، ما نخليوهاش تولي حمرة بزاف. غادي نحيدها فشي ندير في واحد الاناء غادي نحيدها كامله ونطلق. غادي نجيب واحد الاناء غادي نخبو فيه كونفيتير، راه معروف الكونفيتير ديال الحلوه جاري، غنديرو فيه المزهر وغنديرو فيه فاني ساشيه ديال الفاني وغنديرو فوق البوطه غنطلقها معاكم ان شاء الله. غنجيبو جوز الهند كوكو وهذا درنا فوق البوطه حتى تطلع صافي طفينا عليه. دابا غادي نجيبو الحلوه ديالنا شوفوا دابا كامله هنا تتخشانه تتولي رطبه تتولي زوين. كنديرو ليها هكا باش تشرب مزيان داك الخليط، عرفتي واحد النسمه ديال الفان كضرب على مزوينات. ناخدوها ونديروها هنا غنفندوها في جوز الهند وغنهزو غادي نديرو بديت يدا واحد البلاطو درتو وغنحطوه صافي. غندير ليها كامله بحال هكا غادي نتلاقى معكم.